انا بتخض قوي من الاخبار اللي من النوع ده. يعني السنه اللي فاتت كان في نسبه قريبه من ذلك، وبرضه في كليه الطب، يعني برضه في واحده من جامعاتنا في الصعيد. 75% من طلاب سنه اولى طب ايا كانت الجامعه، يعني هنرجع انه ده حصل في طب سوهاج وكل حاجه، بس ايا كانت الجامعه، رسوب 75% من الطلاب دي حاجه مخيفه مخيفه. ويمكن ده هيخليني افكر مع حضراتكم بصوت عالي، هل المشكله ان الولاد دخلوا الكليه بس على المجموع؟ يعني جابوا مجاميع عاليه، عندنا الارث الثابت بتاع انت جبت مجموع كبير يا طب يا هندسه طالما انت علمي، حضرتك ادبي والله حضرتك تخش اقتصاد علوم سياسيه، تخش كليه الاعلام، تخش كليه الاثار، على ايامنا يعني كانوا يقولوا لنا كده والسن. مع ان انا اشوف ان مثلا كليه الحقوق دي لازم تاخد اعلى مجموع، اعلى مجموع دي كليه الاذكياء، مخ مش مجرد حد حافظ مواد القانون. الطب لازم تاخد مجموع عالي، ما احناش مختلفين، احنا بنتكلم على كليه علميه في كل حته في الدنيا هي بتاخد اعلى مجموع، بس بره عشان برضه نبقى متفقين، انا بنتي في ثانويه عامه بقى فبقعد اقرا في القصص دي، بره عشان تخش كليه الطب انت جبت درجاتك ومتفوق في شهاده الثانويه انت جميل، بس مش هتخش الكليه غير لما نمتحنك الاول. تمتحنوني في ايه؟ مجموعه بقى من المواد كده بيعملوا امتحان للعيال قبل ما يخشوا كليه الطب. هل احنا محتاجين ده عندنا؟ انا في رايي خليني افهم ايه اللي حصل. دكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج بنفسه معانا على التليفون، منورنا يا دكتور حسان. بنورك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا فندم؟ الله يكرمك يا معلم. وحشني قد الدنيا والله. تعيش يا معلم باشا. ربنا يخليك. ايه اللي حصل في طلاب الفرقه الاولى طب سوهاج؟ ايه اللي جرى؟ هو سيادتك اللي جرى اللي انا يعني موجود ومتواجد في الجامعه ولقيت عميد الكليه بيكلمني، هو في كليه تعليم الطلاب وجايبين بقى النتيجه وجايين بيعرضوها عليا. فلقيت النتيجه طبعا دون المستوى تماما، يعني لقيتها ان هي نتيجه صادمه، يعني انا اتصدمت وازاي ده وحصل ازاي وكده، ووروني بقى ان النتيجه بتداعياتها بعدد الطلاب اللي هم دخلوا الامتحان، حتى اللي نجحوا، احنا عندنا اللي نجحوا سيادتك 203 من 850، يعني من بين ال 203 في 132 طالب جايب امتياز. واخد بال سيادتك؟ ولو كان الامتحان صعب وامتحان مثلا يعجز الطلبه مش هيجيبوا امتياز 132. استحاله. وفي نفس الوقت يتماشى مع ال 132 يجيبوا امتياز من ال 230 اللي نجحوا ان الامتحان الكتروني. وبالتالي مفيش تدخل بشري ولا عنصر بشري. ما فيش مثلا محاباه، ما فيش اي خطا، هو ده الطالب بيبقى عارف النتيجه قبل ما يروح، مع نهايه الامتحان بيقول له هل تريد معرفه النتيجه بتاعتك؟ وبيقولها له مثلا بالانجلش، بيقول له يس نعم، فبيدوس على الزرار بتطلع النتيجه قدامه، فبيبقى عارف ان هو عدى او ما عداش، وعارف ان هو هيجيب كام، واخد بال سيادتك؟ فبالنسبه لي انا كانت صادمه، بس هو ما زال هناك امل ان هي تتحسن. يعني مش هتبقى بالمستوى اللي احنا متعودين عليه برضه، بس تحسن، لان دي نتيجه سمستر اول، فصل دراسي اول، وبالتالي من الابنان اللي سقطوا او ال 600 من ال 850 فيهم مجموعه كبيره نازله في ماده واحده او بلوك، وبالتالي ان شاء الله باذن الله تعالى، وفي اللي نازل في اثنين وفي اللي نازل في ثلاثه، وبالتالي ان شاء الله في يعني فرصه للتحسين، في فرصه ان النتيجه تتحسن. ده هو كل اللي حصل. طيب دكتور، يمكن انا كنت قبل ما يعني نتكلم انا وحضرتك على الهوا فكنت بفكر بصوت عالي، احنا وحضرتك ادرى مني، بره مصر في اوروبا في الولايات المتحده الامريكيه علشان يقبلوا طالب في كليه الطب بخلاف درجاته العالية في شهادة الثانوية لازم يتعمل له امتحان حتى تطمئن الكلية والجامعة أن هذا الطالب مشروع طبيب. إحنا عندنا ما بنعملش كده ليه يا دكتور؟ هو كلام حضرتك مظبوط، الدليل على كده إن هو مش كل سيادتك اللي جايب يعني مرحلة ثانوية عامة دي مرحلة وانتهت، دخل طب مثلا 850
بيقوا كلهم ذا سيم ليفل، يعني المفروض بيتعاملوا كلهم زي بعض. آه. واخد بالك؟ وبالتالي احنا بنلاحظ ده كويس قوي، حتى على مستوانا احنا ايام دفعتنا كان يبقى طالع الاول في القطاع ويتعثر في 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 الطب. يعني طالع الاول في قطاع الثانويه العامه عن قطاع الصعيد مثلا، وتلاقيه في كليه الطب مثلا اتعثر شال ماده ما طلعش من الاوائل. وفي مثلا يعني قابل على طب باعلى درجتين ثلاثه وتلاقيه مثلا من الاوائل. فهناك المفروض يبقى في معايير زي ما قلت سيادتك ثانيه تحكم القصه دي. بس طبعا دي ما تبقاش على مستوانا احنا كرؤساء جامعات او كجامعات، لكن دي يعني محتاجه برضو نظره وكده من المسؤولين ومن الدوله عموما. يعني يعني ده اظنه يقدر يعمله المجلس الاعلى للجامعات، يعني تعمله وزاره التعليم العالي، انه نعيد النظر في مساله القبول في كليات الطب، مش علشان هيطلع الدكتور شاطر ولا الدكتور مش شاطر، هي مساله انه الولاد هيخشوا تخصص او كليه مش بتاعته، هو دخلها بالارث القديم، انت شاطر طب او هندسه. فانا مش عايز الولاد يخشوا طبقا لارث، طبقا لمفهوم. يعني حرام علينا ان احنا نسمح بده، وفي نفس الوقت هم كمان الولاد مش المفروض انه يضيع وقته في كليه هو مش موهوب فيها، ولا ايه؟ هو طبعا كلام سيادتك مظبوط وكلام منطقي، وطبعا محتاج بموضوع دراسه ومحتاج عرض وانا زي ما بقول يعني ان احنا بنحاول نشوف المشكله فين ونجد لها علاج عن طريق المتخصصين وعن طريق يعني القائمين على العمليه التعليميه على مستوى اعلى من مستوى رؤساء الجامعات، بحيث ان احنا كان ممكن مثلا النتيجه دي ما نعلنهاش، نحجبها، نقول النتيجه غير نهائيه، لسه بنجمع الدرجات، لسه مثلا مش حل برضو يا دكتور، يعني ولا الحجب ولا عدم الاعلان هو الحل. الحل هو العوده للسبب الجذري، ما الذي حدث؟ لانه دي مش اول سنه، السنه اللي فاتت كان في واقعه مشابهه برضو. يعني المساله تحتاج الى بحث حلول جذريه. اعتقد انه على راي حضرتك زي ما قلت كده يجب ان يتم بحث ايجاد حل جذري لده، مش بس في جامعة سوهاج، مش بس في جامعة جنوب الوادي، في سائر كليات الطب بالجامعات المصرية. وأنا أشكرك جدا يا دكتور حسان، كل الشكر، شرف لينا مكالمتك. كل الشكر دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.